كلن كينانو فدغ كلن بركيسن وحان آدو مهد علينيا قدقي قبن قابضة سوق قبن قابضة سحف لدن ورقية دمر بلا وحان قوم مهد علينيا تذالكي كرتدي ديرات كاي سميين مرسطحاد وحان مهد نقيا مرتدى شرفت له ويلي تقبضة بلا وضيال يماموين بلا وميلاد أدير كيميت أنا كلا سوقيب كلا حفرتهم أتشيبي مرتقات كي جانو في دناي وحوقا واتاهناي سكسو مالي بانقرناي لكن إن شاء الله وحرجينا إن أنا هوليه نسيد لوجو تلقى لأو سحدان أو وقت كي جاب كهاي أنا كلا أنك سوقها بنا وحن سكر كلا أبو مهند قيا لبدا تشالي يدود وقعدن كمونتي أسوسيشن ككلي مت بيمك هام يا مانشستر وهل كان يشوفه قد قودي هي يا بابا يا ليريس جالية ليريس إن شاء الله أديك بيمك هام بقول كتيرين واي هاي واي شوف تناط هام تناواسع أدو مهزني نفرت جالية دو دنا كلا سوق يبكلاي كلن كان يسق أنا كلن كينا مانتا وحكو سابسنا كلا ورقة عدشو جالية ده ريرو قاعدين يا UK joogta iyo dadka Soomaaliyeed ee shanta gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay ahamiyadda shirku waxay tahay inay nooga warbixiyaan madaxdi jabhada wadanka xurinta ogaadeenya naftood horayaashi ila boqol sanadood uu soo halgamaayay dhulka iyo gobolka inaga maqan ee guud ahaan ay degto Soomaali in heshiiska dhexmaray iyaga iyo Ethiopia bishii October ee sanadkii la soo dhaafay وحقلو إنوغا واربحين دونان حالة تقويدة ودن كيلوغو تاقي ما دام اوكا سعودي تاقالا تاقي وردن احكستغل سامي بلشدا ان جالية دهان جالية ده لندن يوكو دهان جالية ده يوكيبا وحي او تاقن ادماركي هوريحة دن اي او تاقن تاي من نماد غمة صوماليات يو وحي قلن تيدا سيدي لو وحي قلن لها ددكا قويدة اي لايهين يهمية دا اي لايه دهاي اصل كودي ماشي كي مهدين وحن سيو حوجينينا حريركي نغدا حيي دما بلشوينتا يوكي كودقن ددك اجنبيغا يا ددك ولااليهينا افرت قبل كلك كل يمد وحقلون سيو حوجينينا حريركي دبلوماسييديد اي اول با انو ودنا ونان مرنا با كجوكسنينين وحن ugu baaqayna dhamaan ummada Soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan dagaalkii oo hadda isku bedelay qalin oo ina marna ba dhicin sidii hore ee xabadii ayna looga baxay dad badan inayna noqonin oo aad nagala qayb qaadataan qalinka ku dagaalankiisa waxaan mar kale ku soo koobayaa hadalkayga aad baa u mahadsantiin kulankiina waxaan ku wareejinayaa gudiga aad bay u mahadsiin madaxdayada noo timidna السلام عليكم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيم بوان إذا السلام يا أفو ربا مركز بعضنا بحنوم هذا علينا يا مرحلة قيمة بدنا كلها أما فجدا حكا سرع يكذا سيداء إنت أكتب كلي وحوية وحالك عبر درتي إن وقت جاي مسوق وكونه سمعنا عن ترى الكدي اللي برنوال الطفا برنوال اللي خا مركز بعضنا مسوق وكبتونا وحيابان سوق ريفا جرتون وطلع قليلا مناسبة دان المشيركة وضتشيقة جالية دولة في سومالوين وطلع قليل لكن وحن سمينا يوان تفريا انتي عندونينا كهلو لابا قضب ايوك سوكو بيا بيدي وحن عقوما عداري عدالة درويين كاقاون عدالة درويين كاقاون وسوجري مدول لغو قياسو إلا طبال قرني مركا ميدوال بوكو نتيكيسا ايوان بانطول ماري وانطول حادن سيام نحركا خطبات دي دعنا وقودة قلو عدال درويقة قاوان وحاو كسو تيهين طوان قرني او سوجرة دولان يا براكعين يا بهدل يا الرفاة يا جيل سوجرة او لغسو ابابولي بورلي دا سراء نورك اللو يغانو ابسيديا وحا جري وحا لو يغانو بوجين او لو قيسين يدد يدنيا با بوجين تدد قارين اغوبا لغايا با ووحا مانت لو يغانو غاني ميسي بوجين تاسي وحي سوو جران داد يو دنيا با لما ردو ويهي وحا جلي أبوريد سوهدمو يام مدايال عصو سوهدم تو وحا لو أدك سدا وحيا با هلو وحا رعما نلامية الدولة دا حي سميان مالحان وحا لو أدك سدا حد كالبا بيارودو لحيا مركا سوهدمو عصو إيو مدا عصو أيا بلشو دا صو ماليات كو سعودي طبان قرني وحا كالو جلو أدك سيغا بلشوين اسكو نفن أو أدك يالا
bulshooyinka isku dhafan waxa laga soo qunkay ama laga soo arbiyay qoomiyadaha Itoobiya ay gumaysato ama ay kuwa hore kuwa dhexe iyo kuwa maanta jira marka waa hawl fuliyaal isugu jira qoomiyad waliba si loo dhufaano aragtida dhabta ah ee bulshada Soomaaliyeed waxaa jiray shirqoolo iyo ismasabid jiray 10 qarni welina taagan oo loo maaralay ama loo calaayay sidii loo xaydaari lahaa inta markaan kaga yimaadona soo koobayo shirqoolada ugu dambeeya markaan ka hadlayo guud ahaan dagaalkeena ama dhulkeena Soomaali Galbeed ama Ogaadeediya weli waxaa jira raadadkii uu ka tagay gumaystaha Sanxadcalaha iyo Sanmadowaha raadadkaasi marka waa kuwo adag haddana loo helin dad qamaamuura oo aragti idowda ay fogtahay haddaan la helin way adkaanaysaa in dareenkeena laga dhex saaro waayo dareen wadaag baynu nahay dhammaanteen maadaama ay dal iyo dad la ishayo kuwaasi waxaa sameynaynaa yihiin kuwo weli tamartoodii energigoodu aad u sarreeyo inta haddaan kaga gudbano soo koobayo qodobkayga labaad waxaan ugu mahadnay halbeega nolosha goor iyo ayaan bataagan halbeega nolosha aadamku ama bini'aadamku wuxuu nolosha ku halbeegaa ama uu ku cabiraa waa farsamooyinka uu ilaahay ku eexanaysto bulshada siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan laakiin inaga qoomiyad ahaan ummadda soomaaliyeed halbeegeena ugu sarreeya wuxuu yahay inaanu adeegsanno waxa loo yaqaano qabyaaladda qabyaaladda oo la karkariyo ama la bisleeyo ama dharyo waaweyn loo samaysto ayaa ah halbeegeena ugu sarreeya sideenu markaa uu yahay halbeegaasi marka aan doonaynaa isdul taago halbeega ugu sarreeya nolosheena maadaama ay waa qabyaaladda waxayna kala dhigeeyey qarannimada iyo qoomiyadnimada iyo ummadnimada hagaasiyay ama ragaadiyayna ay tahay qabyaaladda waxaa haboon inaynu la noolaano qabyaaladda lafteeda qabyaaladda oo la sharciyeeyo waxay qayb ka noqonaysaa u caalihelidda dhibaatooyinkeena haysto sidee qabyaaladda loo sharciyeyn karaa qabyaaladda waxaa loo sharciyeyn karaa in loo yeelo albaab laga galo iyo mid laga baxo si aynu u helno maqaam sare oo aynu bulshadeenu ku maarayno inta aan kaga sii gudbo waxaa inagu dhacay guud ahaan bulshadeena Soomaaliya 10 qarni ayaan sheegayo waxaan ugu yeeray goblan haldoor iyo abaar dadeed haldoorka hadduu kaa gabromo haldoorka waa role modelka waa ifafaalaha waa ninka wax u darasa waa ninka wax curiya waa ninka wax hal abuura kaasaa haldoor ah haldoorkii marka uu goblamay goblan haldoorkaasi ku dhacay waxyaabo badan baa ku sabab waxaan ku hayaa laakiin waan soo koobaya iyo abaar dadeed dadku waxaa ku dhacay abaar dadeed iyo abaar dunyo dunyadu haddii kaa idlaato waxaa laga yaabaa inaad xaafadaada ama caruurta ama reerkii aad kula cararto meel magaalo ah laakiin abaar dadeed waa maskaxda uu kaa buurto oo aad hagaasto intaa markaan kaga sii gudbo waxaa jira dad nool oo ooryahooga la dumaanay dad nool oo ooryahooga la dumaanay ooryadu waa qafada ama waa xaaska oori dumaalku waxaa laga yaabaa dad badan isweydiiya dadka ooryahooga la dumaanay hagee ku nool yihiin laakiin halkan aan ku hayaa mar dambe aan sheegi doonaa insha allah qodobkan weeraradkiisa waxaa jira tartan qoomiyadeed oo tis qaaday oo samada maraya oo ka jira dhulweynaha maanta Itoobiya isku yidhaahdo tartan qoomiyadeedku qayb baynu ka nahay waxaynu weliba nahay dadka ugu mudan in ay tartanka ka qayb qaataan waxaa jira dekedaha qalalan dhulka la yidhaahdo dhammaan dekedaha qalalan iyo kuwa qoyan waxaa maanta maareeya ama maamulo ama iskale oo qoomiyadda Soomaaliyeed laakiin in badan bay naga mid ah way ka daxsuntahay gabagabadii barnaamijkeena soo koobaya gurdigiisa waxaan doonayaa inaan fariin u diro madaxda jamhuuriyadda Jooxa ee qiimaha badan leh midna waxaan doonayaa inaan u diro Soomaaliweyn magaca halka ku xardhan midna waxaan doonayaa inaan u diro madaxda Somali State marka anoo ku horeynaya Somali State waxaan leeyahay mar hore aan fariimo u diray ama aan hoola hadlay mudane Mustafa iyo gudoomiyaha mataqaana xisbiga Soomaalida ee Itoobiya mudane Nikhil Axmed Shide oo nin badan kala hadlay ama aan u mariyay warbaahinta inay qaataan fariimaha cudoon ama fariimaha taban ee wanaagsan ee bulshada danta u ah waxa weeyaan nolol waxaa jirto reer galbeed ku timaamaan Kobe and the past oo ah hebel wixii uu sameeyey annagu waan samaynayaa noloshaasi weli way jirtaa dadkeennuna uma baahno nolol hore lagu ragaaday lagu baabahay lagu jabay uma baahno waxay u baahan yihiin nolol wanaagsan oo diihaarka ka saarta oo odoros fiican leh
ومال ونعكسن وعصبه ودل ونعكسن كفف تقيم بعين ولكن إنه حفرية إلى كده يوم بسيرة نرش على نوع حسي ومال في عم فران مرحلة جوحة ودلالة قيمة بران له ورنتي ميردرك عاو هركا نوفر لنا يقيم كده يقول هذا يقنو حن كف ما فرعي وبقالين يترترسين ترترسين تهذا مركب واحد هاي إن بلشدني لا قلب نيو قف كم ناس على قلب نيو وحقوم يزوا قلبك هدو قف قلب شمو وحويان هن يهمي رما يشو لكن قف دي قلب يسون نول يعني عرقتك استوى تما دو كده بارك له بركة وحن أي كعب سنة يا ملاك ده جوها مهم كمان ده إن شاء الله دوان عم فيلم إن إيه ده سيد هذا أست على كده إركا هو عليه إن مر ما له يعني ضرورة يعرف دوان عم فيلم وحلي هاي خلف بيتي هاي اللي تكذب بعين ولا ما خصنا سن بشر الصباحي سومالوين هاي يسوع هيك هو ماشي كده نقحط سومالوين وحلي هاي أرنتن هاي المربع هاي مال سومالي شو تبع ما دام عن اللي خلفه كأنه هو يبغوها وفعلا إنه ما أنت يعني قفقة ودرت وقعد قليل أنت يا خبيرة حسن دنيا بكرة يا كلام كانوا حنوه مع هذا الإيران أما عن إبغى فرق وقعد يجي واحد لويا لأنه وقالوا إلا الحكومة سيات أديرا ما هو حكومته حدد وقال عن إلا الحكومة ما دعي سينا غيبا وهذا حكومته بركة قفقة اللي هو إن جنب ده هالكان شو جا أما إن جنب ما كان ما ينداو دونه وإنه وقالوا إنه هيين نقطه si asaga noo wax xukumo laakiin haddana anigu jidin leeyahay xukumo ee madaxaysan igana inaan wax xukumo marka waxaan leeyahay si ayu qoomiyadnimadeenu u baxta afuufno baxta afuuf aniga hareerada qaar inta ku garabay diga raadlay hada si ayu qoomiyadnimadeenu u baxta afuufno u noolayno waa inaan lagna maana awaamirtan ko qabiilka talada haya tusaale soo qaadanaya waa iyo qabiilku waa inuu nahay qabiilada daran qabiilka marka in hadalka ama magaciisa aan sheego أما لكن وحافظ ما إلى الموف قبيل كفجه قبيل كتلاه هاي تصارعها نتى ما تنسوق هذا ضد كنن سومالي قبل وحين سومر من مجاية بدن هي نسوق هذا نقبائل ده مجا أبو مدن بسوق هذا نيا مجا هو حد جيل يادو أو قد جين مجا هي لا جيل أو قد جين وحوي أن وضد سومالي أو قد تجا وحد جيل در دجين وحد جيل نرد ضد لي يادو هاوي دجين هاوي دجين يدير دجين يقود دجين هو دجين صدق هذا هو هاوي يعني وضد سوح البروفرن لكن مدبر مالين كالين كالي أما مالين بحال دراربة أو بناشا بدون مالين بودامينه بركة هدير غير هو دجين أي مانت هيل كابتن سومالي ستيت وحام مدن إن قبيل كستو سومالي أو كل سوا أما النقطة قبيل كاس سئل قومين مدينة أي نوع يلاشم نيكا سومالي جوجا أما قبل بدورها جوجو إنه إنه دمار لا بنا أولي ديرك سئل قد بعد إنه قومي النما إلى قومي النما نحن قلنا إنها تكلا أن سلاي هو حوي سومالي وحلو كان صار دمار ته شن قيبو ده بودر رجع دراربا ميت باقون هدي قيبي ما أنت مال قبض وانت أنا كلا سيد حانك أما شديد قد بنا وحوي مسك مش قيمس لكن وحمي ما خبير كم سومالي حيل كحيا إنا وضمنا قلنا دمار ته all in one give it من قبل كابو دمار قبيل ما حيلك هيا ما كان وضمنا قلنا ما حاسو بحي وحاسو بحي كل شقة في ما قبطة أو في يوم أو درس كرتة أو حملة أو قب كيلو أو صفحة أو قوم ينمو كنت قالوا مسو قبيل كاسي أفرت السنة ما كان حيلك دم بي ما نتا بيل كاسنتا وإن أجلس يا ماموس بس ما يحلو رجيم أحد خرمين عينه وذكرناه قبيل كاسي هل كان أفرت السنة ما كان مسو قبيل هبلاي إن هبل بيننا أي مادة هبل بيننا مركو الخبطان لكن بيننا يمركو كقبطان غير محي يبل مركو جاي قبطان محي ما نيا وحي ما نيا وري سومالي نما هو وح صوب حياة دنيا عفمات قبطه أو لقو كبعي لقو نكوري حنان خروف بدر بكاو حن كان لا يبصو من عندي وحي لقو باهنا إنه حل من دقن سير أو وياشين أي سجوه يلي ترين ويعدم يستجد له ترين إن المد ولا نقول قلنا نتكي وحلايا هذا الكاسي وافرين هذا كسومالي إن نقدان مد صاحبك عبدي أبو تخصص تاريخ عالي بعضي أبو دوني كعبد كريم أحمد نقول رسا وحنا نقول قادرين يا شهادة أورزف وحنا نقول قادرين يا شهادة أورزف يعني طرقات كيف سمعت سيسوتو كيسر مدن بي
صومالي الجوكتو اي اهل مولي لترباس اهل اروح ما اين عندهم لكن صومالي انا حالا نفتوس بشكل قفر بانا لسي كريدت كيسا مركو حان اهل هو امانا يا جبهة داس يقود اهان صومالي قلبات كدكتو لباس قد ايلين و اهل بان اكسر الى عريانا صومالي لماذا هي الدين تلبرو تاس مركا انكم بلو وهم كاسكو بلافو وحان آدي آد أبو قادنا يا جب هاد هيك يسوق قارتي كم سوق قارن وحلا السيما كم سوق قارتي إن قد قال أنت صومال ما الذي جريت عنكين وحان الله قد قال من الله منا فكيف حزب المغلان أبي أحمد إيو أرضي إيو كشيت سيا أفرو قفسي كرتمرها إلى أيق السيام معنا أيق السيام هكذا أيق يسوق قارسي وأنا أقول أنا 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 وحي قارتي إن ليلان هو جبهة أقاق حصاء دولة صوماليا أو جمهورية الجوكت حتى إني قولها الوزيرة الإدهان وعني مثلاي وحان ربائنا عدودة رسمية كبحيانا ودولتنا كبحيانا هذا كاس مقادي دبائي وأنا أدوس أول جد وقفت كلي عمقفانينا صوماليا بطلانا الجوكت قلبتك إني إلاليان أريني عن صوشيك marka in la yiraahdo argaga xiso waxa aad kaarifta dambi aad u weyn oo aan galnay hadaan nahay Soomaalida ma sugeeyna maanta waxaan rabnaa marka maadaama anaga aan nahay qabaa'il kala baxay oo kulliga Soomaalinimada ilaalinayo jabhadana arkayse inay dankeeda ka ilaalinay Soomaalinimada oo calanka Soomaaliya halkaas ku dhex jiro yaani inta ay noo qabaan inaan u qabin وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يجب 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 أن أكون في المكان وحين نوع فعيسى إن أنا قلت لك أنا جريتان كأنه وشيء بوجست حدي قلب كان مقيه هاي وحاتها الجريح وضياشين هورا أبياشين أو وياشين وحي إلى عليين إن صومالي أي ولدت حتى دولة دي اللي كعانك أو سياد بر هو قامنا يا الله من هالستين وحالة إلى علي صومالي لماذا قال بيت كطفكي ولي يصبرني المواد المتيد وهو قبنا يا جقر جقر كسر جقر وقبنا وقبنا يا وصومالي كم قبنا يا فراكيش يا مدن ما عالمين يا مدن ما هو بيك من مدن صومالي وطن قف كستو قف كصومالي وكهرضه وكلها حقوق وأمرك وجوه الرئيس أو عن مقرنة للمواد الصومالية وصومالي مودة أوجب هذا كنت أستخدم إلى أنا وأتوبيان يعني وحيابي وما أنا صومالي وحاصل من وقت هذا متشار صومالي كبيري أما جب هذا هل كان جوتاي وحاول النهمة وحاول النهمة صومالي هاكو جو دبان او اوكو حاكا شادي او هاكو دان مركا آلا او حمنا عجبيني قد دايح نور مقا عابو انتوبيان او يا اصلا حمو دير را صومالي او دغن كي يديتي يك افكي وحو مو هاي ان هادن لو دي لعنو وحا هادو كفنا او هاي كل والدين شي يبود دار لغيس وكود بحد جبهات دار علماء سوا كشقايا يحس بيقا مركا وحان مقابين ايا حس بيقاس صومالي قلبت ماشي جوغان بنيت ورسو ولي جبهة دولة لف شعر هذا عاوي وليس ولي ما لي معزوم لكن ما هنا أنا حقيقي ما ميس لكن وما في ورس لي عزوم وأنا أقبلين بس ما أنت أحسن سالي سعني فرس وصفين هذا وأنا فرح سنة أنا كسر غيب الله طبعا جبهة أنا وأنا صار شغيني أنا وكفر حسن dibaatay halka ay ku jirtaan qaybteena kulliyadu jiraa rabaa inuu wax la yeejo
حزبكان إن مبادئيسو أي كل سنة هاي واحد وضن واحد يموجين الوعوية يلا وضن ركتين أنتي خلاص تجريك هاي ماشة خمسة تاني هوي كهول رهيبة سيدا تبقى لوجا يستأوركاس مركي حتى ماشي أي قيم كنقدان وهي ماشي كتشي سيدا أي عفيس كوفي كي دبك جيستي تكي هوك يا هلاك او جيستي تكاس واحد قالو جيره ارين كلو مدن الى بلد الى الشيغو ان ددكو waxay leeyihiin ان او جيم حدا waxa way waxa yar wa arki gaxiso ila hada onef yagoo aan ka warqaba in laba jeer ay dawladda la hadleen إن وري أفكار أن لجأهين وحين أبا عن نهر الكلين بانين كدورنا وحين هذا أنا وانا عفن عدي وحنالته حسنا وحوي وارن مقوي وأبا عن أمانت يشك شركة إن لقوا أمارة كروادين كأونر ولا ليال بقوا حوي وحنلي هاي رسول كوبي isbadal baarimid Soomaali galbeed ama dulka ogaadeenya isbadal baarimid horeyna waanu sheegay isbadalkaas markuu wuxuu u baahan yahay in la jaan qaado qaabka loo jaan qaadayna wax weeye sida gabadhu ay sheegtay gudoomiyuhu sheegay ma aha qorigi ma waa qalin ka weeye waxa weeye waa isku tanaasum weeye waxa weeye waa ka shaqeyn waxa weeye in dadka la tolayo dadka Soomaalida la tolayo waxa ugu faraxsanahay إن أول الف إلك قرنت صدّن يسديد قبيل إدّت الكاسوماري كربت. سي وش قيّان إن دتك نسقسو لويو أو ميت لوغاليو من نمادو وحوي. وعن كرولي وحوي. أريد أوبا عن إن لقش قيّو يقليلتا يسمعها هناك سياسة. من وحوي وخي كروي. أريد صعب كي رونو شيوعة أو ربما مربع لنعشا. قولنا هذا حيسا وحي أباهين إن لا تاغيرو هذي أن يغلى تاغيرين وحوية أذيكنا وحوية سنوكرنا تاغيرين ما يؤدب إيا عقبات بارنا تلميسا وحمد لو باهين وحوية إن لينا هذا فهن سياسة دين وكدوان كي هوري لو قصو دغم جري قرنكي لباتنا وين كجرنا قرنك كوبي لباتنا وحوب هاي هاي سفوين كدوان كوي هوري لو قصو دغم جري وحالا يا مركب أريتي أما فكر كي حتى قهر سومالي وين فكر كاسي هدي فرسما أهان أي أسو تقالي ويدا يلا سمعيو وإن لكينا هب يقابب كري أو كدوان أو أرنتي لو دردرد لو سيوضا يعني فكر كي سومالي وين مرنا بمرنا مدونا ميتسا حتى كبها معنى إنه ما أها إلا حيرو هل جمهورية أو شد السومالي إيكا قوانتا تاسي فعلا هان فرسما هان معقول ما لكن واحد السمعين كان هو عوية تدك السومالي لها أي دقا قبك الجيس كأفريكا وحوق وين أو ضد يوبضن أو درس نراء أي قوك الشرشان الدكمبة أي كبه قيان وحوق له كبتي تمر إيا أقومبا مرقا إيلا واحد عايزة وعويلة قميستوه مروال بوحا قدونا يا إن تدكا سومالي لها لكالا قيبيو إن قلو والبو ميل بوحيرو سي أيام السوقي ما مرقا واحد لأي وعويلة فكرة سومالي وين أينو كانو من أين قوة الشقين إنه وأن أروى الله أن ألف إن أكن نقطة كرمودين إن أكن نقطة تقوه الرية أك الشقية وحنا مصرين كنا وعوية يلا الله ضميو تك الصومالية والله تصيو إن أينو هرمرنا أفك يدقنك أفك يدقنك ومهم ويا سجاوه يهي قوة يلا وعيهين قوة no horseeda ya inay noqono dad leh astaan ama wax ka qaraad ugu yiraado identity marka walaalayaa waa soo koobaya waxaan amaanin bogaadin soo jeedinaya in hoggaamiyasha iyo garwareenka on left sida ay tanaasul badan ay u sameeyeen
سيدا أي وقت رسولين إن أي سكرديجان وحيد بها أو لوجي استمل ونا كمد أي كمد نمطان تذكر قيد كان نقوم دونا يعني هجانيتا يبتعدينتا تذكر سومالي قبل وحوي وحجلي باي نبادعي تطبع واحد عشر شيء عدد تقولي سومالي إنه يرمت هي واحد هي إثيوبيان أنت يا رب واحد أبا أنت دجال أقوي أو فكر كه مرق والله إذا يا واحد لا يهاي وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنا وقاعد يا مرق عشاري في مانشستر قام قابي يا شيسو قام قابي مدرشان بلان معركتي aad ka qorxda badan leh ee lagu maamulsayo shariga sadowguuradii ka soo wareegtay jabada wadanka xorriyadda ogaadeenya waxaan leeyahay dadkii ka soo shaqeeyay aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka labaad waxaan rabaa inaan mahadnaq ballaaran u soo jeediyo jabada maaragtay dadaalkii fiicnaa ee ka galeen isbedeladii ka dhacay dhowaan wadankeenii oo runtii ah mid ay jaaliyadu aad iyo aad u soo dhaweeyeen qaabka ay maaragtay u noqdeen iyagoo muddo badan siday qori ay kula jireen gumaystihii madoobaa ee markaas dadka aadka dhibka ugu jiray isbedelkaasna waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin qaybtii kaalintii lixaad kale aad ka qaadateen saddex shay waxa weeye waa saddex shay oo ilaahay uu ina amray diintu ina amartay dadka adduunyada hadda maanta joogaana ay ka faa'iidaysteen iyagoo diinteenna ka qaatay ayay ka faa'iidaysteen midda ugu horreysa waxa weeye marxaladan aan ku jirno meeshaan aan maanta joogno markaan feerino markaan isu egno sannad ka hor siday ahayd maxay nala gudboon maxay nala gudboon mahadnaq shukri ayay nala gudboon shukrigaa naftiisu wuxuu naga doonayaa camal inaan samayno oo markaan ilaah ku shukrino inaan camal samayno camalka kale ee munaasabka ah oo shukriga ka rajamaya aanan u baahannayna waxa weeye inaan shaqayno شغالي مركز زين مش شغالينا قفل وكالي نيو استاغيا ماشي سور ديا مايا إلهي تونا عمري ويا الشقية لكن ما عندوش شقية سام ما ديجير مش شقية خلوا الله متى متى صدح هذا حوي سلام هو من عمري يا إنا شقينا نبغى العقل oo aan u shaqeyno ilaahay dartii wax la yidhaahdo mutadawacnimo waayo waqtigan aan joogno qof kastoo mas-uula ama xisbi ama dowla leh waxyaalaha shaqadaan u baahannay ma qaban karo laakiin maxaa la qabtaa waxaa la qabtaa camal dar ilaahay noo sameeyo ilaahay markuu inoo amrayo shukriga waxa weeye waxaan horta dhammaantood maadaama shukri aan ka hadlayno mudantada waxaan u mahadnaqaynaa waxaan leenahay jazaakumullah khayr inta xafladda soo qabanqaabisay inta ka shaqaysay inta ku daashay gabdho waxaan arkaya waraaqaynta qaybinayaan meesha ugu dambaysa maalin walba ku qaybinaya xafladda dadka soo-aalay dadka ka hadlay dadka muxaadarooyinka soo samay mahadnaq bay baahan yihiin dacaabo iyo mudanaha kale magooyin iyo mudanayaal aad baan idiin salaamayaa uma baahna inay ururka haweenku wax weyn idiin sheegaan waayo ururka haweenku waxa weeyaan waa lafdhabarta halganka jabhada onlf ma ay jirteen haddayna haween haysanin habeen iyo maalin waxaanu diyaar u nahay eegan u nahay hiil iyo hoo waxaan hayno inaanu halgan iyo lafdhaba taagno madaxda iyadu waxay tidhaahdana right or wrong waan ku raacsannahay because ma ku qaldamaya waa dad ay ka go'an tahay soomaalinimadku ku weyn tahay soomaalinimadku
mararka qaar hadaan nahay inagu haweenku waan caroonaa marka laga gardarnaado waxaan damacnaa inaanu aarsanno ficil iyo wax walba laakiin madaxdayadu marka nitirada aan guftiina dib u liqa soomaali baynu nahay maalin aan maanta baynu gaadaynaa dadka aan leenahay waanu qabsoonaa waanu isu qabsoonaa maadaama waqtigu yaryahay hadal badan ma raba inaan halkan ka idhaahdo laba qodo mid waxa weeyaan dadkayga halgankay waynu soo wadnay meel buu soo gaadhay ultimadi baynu taagannahay meeshii aynu rabnay wax yar baa inooga dhiman yaa la gaabinin gabdhigiiyo orodkiinii iyo socodkiinii iyo sidaynu ku qabanaynay laba laab saddex laab aynu ku wadno halgankii aynu u ordaynay aynu barafka iyo qabowga iyo kulaylka iyo cadceedda iyo roobka aynu u taagnaan jirin waxaan garanayaa gabdhaha qaar iyo waxaamiloo sagaalkoodii biloodgaay inaanu meesha horqurunwada hor taagnaan jirin oonu keligaya ku ahay soomaali way nagaga seexatay soomaalina mid baa leedahay kolkaanu dagaalamaynaynu qoriga ku dagaalamaynay waad naga seexateen waadna hagrateen garabkayagii waad ka baxdeen laakiin maanta qalin baan ku dagaalamayna walaalayaal please and please na kaa iga ristaaga maanta hadafkeennu meel buu u socdaa waxaa la yidhi ogaadeeniyaa la tegay oo jabhadii way tagtay amba way kan nin wal oo soomaali wuu soo istaagay gabar wal oo soomaali way soo istaagtay cidna umaanu diidin madaxdayadu waxay tiyaan la hadlin waanu idin soo dhaweynay laakiin ma rabno marka la tago waddankii inaan la yidhi anna way kano soomaaliya ogeedeen waxbaan ku leeyahay right now london baynu wada joognaaye actionkiina haddaanu eegayna ma haddaanu actionka soomaali weyn hadda waa qalin qorigii ugu dhammaaday maanta ninka qalin ugu garab istaagi waaya aydoona wuxuu rabo madaxdayada waanu ka hor imanaynaa markan waanu kaga hor imanaynaa sababtu waxay tahay inbad shan iyo soddon sanno ayaanu dulqaadannay haddaanu nahay soomaalida ogaadeynay aad baan inankii halkaa taagnaa ee soomaalinimadku ka dhab ahayd waxaan calooshina xanuuni jirta oon isla ogoy jirnay markana la yidhaahdo dadka ka imaaday ogaadeynaya soomaali maaha ee la yidhaahdo uma qalmaan waa nin ka yimid qabridaari iyo dhagaxbuur iyo etoobiya waa etoobiyaan soomaalida asalka ee 99% waa ogaadeenya dadka kayma faysal abraaro aad baan u jeclaanaa inaad duruusna siiso af soomaaligaaga iyo hadaladaadu siday yihiin iyo dadka inaad fahamsiiso waxa ka jira gobolkaas aad baan u jeclaanaa mararka qaar inaad leesa noo dhigto oo soomaalina aad baraarujiso aad baad u baahantay madaxdii meeshaad ka hadashay soomaaliyeed maydono ogaadeen iyo xorowdayso maanta waa nala wada taageeray sidaa ku wada oon idin aragno idinku aad iyo aad u mahadsan waqtiga yar intaa iyo inka badan baan maanta idin oran laa lakiin waqtiga yar waad ku caymateen ogaadeen iyo xorowdo soomaaliya ha israacdo midnimada iyo isku tashi baynu hayleeyay inaanu ka gaabina halkeeni aynu ka sii wadno waxaan u mahadcelinayaa guddidii qabanqaabada ee shirka marti sharafta ka soo qayb gashay iyo mas-uuliyiinta jabhada wadaniga horeynta ogaadeeye ee xogeeyaha guud uu ugu horeeyo cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey iyo maxamed yuusuf oo ah cilmi baadhista ogaadeeya hogaanka cilmi baadhista waan u mahadcelinayaa dhammaantood ninkana waan idiin wada mahadcelinayaa mahadcelin ka bacdi runtii waxaan rabay dee wuu israel mustafa ee markii ay madaxdu hadashay mas-uuliyiintu inaan ama waxya u yara taabto oon kasiyara raacraaciyo laakiin wuu igu soo boodsiiyey waxaan hadda anigu maadaama mas-uuliyiintii jabhada ka mid ahay waxaan hadda ka hadlo ma garanayo laakiin markii madaxdu ay hadashabu hadalku ii furmi lahaa markaas waxaan idin wada leeyahay dhammaantiin ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaanta reer ogaadeeniya waxaan aada iyo aada idin leeyahay midnimadu waa shay qaaliya annagu wixii aan halganka soo wadnay ee soo wadnay dhowr iyo soddonkii waxaanu ku soo wadnay soomaalinimo waxaanu ku soo wadnay idinka xooggiinna iyo xoolihiinna ku soo wadnay xaqiiqatan soomaaliya tobankii sane ee u dambeysay
الله نحريستي جمع الله كورا لي مرحوم كني الأبوان كني وين أسم ويل مسكي هو تبع الصومالي وقال ما بحيسي ما عرفت هم الصومالي حمات حقيقة وأنا إثيوبيا وحانون هاي أنا أودي صومالي أود حتى يشيل عنده أو عفا هو راح يقول أبو عفا فاي صومالي وقاي وعمري مركا وحا كد اللاعي دادا وحالا ليه جري صدرات سوى تهريبين بقى وحالا ليه مقفع قبصلي أنا قد مدى ليه كريرو قال ليه صومالي يا مقفع نقوم نقطة انت هنا قبصتين هنا بوفيس وين بوفيس ما رحنا الذي من بوفيس وحاوة يتشارك عن هذا الوضع وطيرة شيرو قال ليه اللي قلها دادك كوح الحنم وقال كين السيدات دادك صومالي سوى بوفيس يسوى بوفيس يا حالي هذا وحالا ليه يعني بخصوص تاع ورد مهر مريس ومال مع مهدي فيصل باي بوقف صندوقين يا أحي مركا بخصوص تاع وحمة قالوا بخصوص ما في عنا إني بخصوص قالوا وحافي علينا إنه هراء وطلع عبصرنا وإنه دنتين قالوا دنتين وحاوي من نمارة الصومالية من نمارة أمدينا ومد غير وقادينيا وحاوي إلى أفر يمحن إلى نصر الله إلى إس واي إل إلى سنة سنة إلى حد أيون رفترتين هو صومالي أقوم وضنك وشي المجر حقيقة ما كي لغاها الله يوم ما كي دم ليس وضا في ريو كل حال بس وشي المجر وحينا هاي بركي لدوري ولي لنا قالي ولي مو إلى غام قمت هاي بعدي هاشي بعدي عن دمان بي ولي كتشتا عدا إلى غاها يستنى وين وقنها أنا من دي ما كو ودرادينو حقيقة أي مالين بقوري تيقوري قاعدو جيسيين ونماضو وينو وضا قبلنو مالين تقدم ليس كاعتقنو وحي نوطم ليس المجرتو هذا هاد انكاشم يصدن في السعودي لابا تنسانو غيري يا قبل السعودي هو يا قبل انتين السعودي وحي السعودي آبه يهو يا لابد يبا قبلنين السعودي مالكا وحي ويان حقيقة ما انت حالك كاعتقنو انت الضمبائي البربار نبري حالك أمبا وقوري سبيبو هاد انكوها halkii uu ka sii bilaabay halkii markuu ka sii bilaabana ee magaalada kanoo min maamul biyageegii inuu taagnaa war walaalayaal oo Soomaaliyeey waliba Soomaalida reer ogaadeen yahay in iskarab taagna halganka maanta qalin bay joogtay magacyadii leenoo bixinay ee wakala taxkeen intaynu hal mid ka dhigno Soomaali aynu ku doonto waad ogtihiin hadda Ethiopia qoomiyad ay u kala baxday haddii awl hore ay halka Soomaaliya kale inay wada cuntahay maanta iyadii waxa wada cunaysa iyadii ma wada kala goobaan ay midowno midnimada aanu ka wada shaqeyno digna haymo gaa waxaan mid gooni aanay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waa tii wiilka dhashay ee gaboontay waa tii ninku qabay ee ku arurti ka agoontay waxa weeyaan waa tarasnicda ee las ee la qaxda gabdhaha Soomaaliyeedo aynu farnoqono gabdhaha Soomaaliyeedo aan farnoqono gabdhaha reer ogaadeen iyo aan farnoqono gabdhaha ummada Soomaaliyeedo dul guud ahaan aan hal farnoqono aan idin leeyahay waxa hooga waa inaga uun waxa weeyaan cudurrada xun iyo AIDS-ka lagu abuuro waa inaga waxa weeyaan waxay wiilasheedana AIDS bayn gelin kuwii yacni waxa cudurku ka imanaya waa inaga beerta nimayna wax aad raadinaysaa wanaag ku raadiye islaamnimo ku raadiye ilaahay dartii ku raadiye aynu wada midowno aynu dhulkeena si fiican u qabsanno oo si uu Faysal abaaro rasheen maanta midka xukuma aynu garab istaagno berriinka xukuma doon hadii ilaahay idmay inaan waariba ma ogino Cabdi Kariim Sheekh Muuse qalbidhaga kuwii soo qabtay eelaha waa argagixisa maanta waxa way waa mayti waa mayti Allah uu naxariisto qabilana Allah uu wada nuuro isagiina maanta ku nool yahay marka waxa weeyaan waynu wada noolaan ilaahay hadduu inoo idmo inta inatana allah ay noogu naxariisto laakiin midnimadu ma shaqaale
مني مضوا شيطاني جبهت ودرب وغاذيني كمت كأحي روح عن ليها وري لما قارن تصمدي وري لما قارن هاو فرق ما قلنا وحاويان ما بضو انت عقوية لنا حالي لغمية الأراض ما أنت كأن أفرنتو أي كعب رستاي مركا عن ما أنت سوذا قرر تهلو أهو غلالة وضا مقرنا إذن كان إلا هيبانو إذن كل بارني حمقا قبحنا وانو إذن وضا بارني صوماري صوماري لما أنت تهلنهي بلك فيه المقرب غتال إن نقدر يستردي بيه ما حيصن عفية مسامح وانو إذن عفية ويوين كان لدي قبرمي وإذن عفية لكن وحال إذن كل لوبي كان إلا المقلو سيسان وأنا جرب استعبتان وبوقت أنا قاعد بيلان لكن أنا بوقت حقدان وأنا حقر أنا بمن يعني أنا حقر لك أنا حقر لك نجرب استعب ما أي نقول أي نحل منها أنا قرن وقاعدين يعني هحر وده صوبار يعني هب وده وحان كلام يعني كقط سنة يا إلى سيد عبد الله حسدت كي نمش شهيدة إفتح الله مرة إلى هاي أمنا حريصته قبل قرابهم ورقيام حنا وش في عقاب waxaan aad iyo aad u salaamayaa abuna madaxweyne iyo madaxda jabhada madaniga ah ee dowladinya oo ugu horeeyo xogeyaha guud ee Cabdiraxmaan Shaamaad Maadi iyo Yuusuf Haaji Yuusuf ee dhammaan masuuliyiinta kale ee laamaha kala duwan ee meesha fadhiya abuna madaxweyne ayaa gabadha sharaf tare Soomaaliya habi wulu gubaysi waa dhan ee waareedi markaan gobolnadooda ka dhaleen markii kamaan laantiga wali gobolnadoon baan horta ee riyadaasina way soconayaan inta umada Soomaaliyeed ay helayso maxaan kula xaqeeyay ee waxaan salaamayaa xogeyaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaaleenaya Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi ee madaxda sharafta badan ee meesha isugu timid masuuliyiinta ama councilor jaamac ee u horeeyay waxaan ku raadayay aadan jaamac kaahin ee sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo jaaliyadda London oo si fiican u soo agaasintay xafladan aan maanta ku fadhino ee umadda Soomaaliyeed ee reer London ay u fadhiyaan ama reer UK aan ilaado iyo marsida kale banaanka timidba waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maxaan ku raadaa Faisal Abroone oo taariikh fiican oo umadda Soomaaliyeed taabtay loobad dadkii meesha ka hadlay intii badnayd maxaan ku ilaahdaa aad iyo aad taariikhan iyo macnaha mudbado fiican bay inoo jeediyeen anigu waxaan ka hadli doonaa markii hore waxaan rabay inaan ka hadlo in badan mabaneed halganka inaan waxoogaa dulmaro waa la taataabtay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen xaggee ka timid markii hore isweydiin iskama aysan imaan cidka kama soo dhicin waxay ka timid jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo halgan qori isku dhiib ahaa oo WSLF ugu dambeysay ama jabhadii Soomaali Galbeed la taqaanay ayaa ugu dambeeyay jabhadihii soo socday isbeddelka faraha badan Soomaali ayay waxay ahayd qorigii ugu dambeeyay ayay qabatay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo dhinaca iyo fadhiya wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen wuxuu ka mid ahaa ururkii dhalinyarada gobolnimadoonka Soomaali Galbeed ururkii dhalinyarada gobolnimadoonka Soomaali Galbeed uu ka soo tagay jabhadan aasaaskeed uu ka qayb galay ilaa maanta uu taagnaa rag fara badan iyo gabdho fara badan oo soo bilaabay halgankan ayaa saa u soo waday oo aan maalina dhinac uga weecanin anigu ilaa 24 sano ee u dambeysay ayaan ka mid ahaa jabhadan oo aan lefu aan ku biiray 94 markii dagaalku bilowday waan ku biiray ilaa iyo haddana waan ku jiray maalina ma niyeysanin inaan ka baxo ama aan ka tago ilaa gumaysiga maalintii dalka laga xoreynay waxaan bilaabayaa gelitaankii dalka sanad ka hor baan heshiis la galay dowladda Itoobiya Oktoobar bay ahayd waxaa laga joogaa hal sano heshiiskii markii la saxeexay dabayl isbeddel baa ka dhacday Itoobiya saada socotaan Dr. Abiya Axmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa xukunka uu qabtay Abriil bishii 4 sanadkii 2018 isbeddel fara badan talaabooyin fara badan buu qaaday Abiya waxaa ka mid ahayd inuu jabhadihii
runtii waxaa xubnaha iga horreeya waxay magacaabeen qabyaaladda oo ugu horreeyo faysal oo cudurrada soomaalida cudurka inoogu xun ee ummadda soomaaliyeed ay u dhimatay ay dowladnimadeedu u baabaday waa qabyaaladda etoobiya amxaaradu soomaaliya markay ku arkaan ma yaqaanaan ogaadeen iyo waxaan inta way barteen waxay leeyihin soomaali baa maxa hadday way yaqaanaan farsamada keliya inagu dili karaan inana kala qayb qaybin karaan marka dad aada u liito qabyaaladii ay dishababi noo haystaan amxaarada dadkii soomaaliga ee libaaxa loo haystay ee aan noqon hadda intay qabiil qabiil inoo baratay waagii hore waxaa laga yaabay inay ogaadeen keliya taqiinay way shufto dad shufto oo u taqaan laakiin hadda intay qabaayladii soomaalida baratay oo jilib jilib u baratay ayay hadday rabto maxaa ku dhahaan galmudug inay dhex gasho iyo qabaayladda galmudug bay iyo midba dhinac usoo qabanaysaa marka ciladaasi cudurka aan aragnay ama cudurkeenna ugu weyn in cadkeenna aan ka goosanay etoobiya cadkeenna waxaan ku goosan karnaa hal mid ummadda soomaaliyeed ee ku nool deegaanka soomaaliya dowlad deegaanka soomaaliya oo midooda oo mid noqota halkaas ayaan etoobiya wax ka qaadan karnaa midnimada ummadda soomaaliyeed waa furaha guusha ama ha noqoto soomaalida ku nool maxaan ku yidhahdaa etoobiya ama ha noqoto jumhuuriyaddii soomaaliya ama ha noqoto somalilan meel kasta ma ha noqoto meel kasta ummadda soomaaliyeed jooga haddayna midoobin laanlaan iyo gobol gobol iyo etoobiya ka mid noqonaynaa waxba kaga keeni mayno etoobiya waa boqol milyan weye laakiin waa qowmiyado fara badan oo kala daarsan haddii ummadda soomaaliyeed oo dhul weyn oo khayraad badan fara badan uu ku jiro haddii ay midowdo etoobiya waxaan ka qaadan karnaa cad aada u weyn oo aan maxaan ku idhahdaa aan la qiyaasi karin marka midnimadeenna inaan xoojino oo lagu dadaalo iscafiska waxaan xoogga saarnay in labadii wiil ee shalay istilaysay inay walaaloobaan oo jigjiga wada joogaan nabadkooda joogaan oo ciidanka wada mid noqdaan annagu waxaan ku dadaalnay in labadii wiil ee shalay xabad isku riday wiilkii oo lafahaa iyo wiilkii dhiig booliska inay hal ciidan noqdaan taasaan maxaan ku guulaysanay siyaasadda laftigeedu annaga iyo maxaan ku inaa dowladda hadda ka jirta dad isku eriyaya ma nihin mucaarad ma nihin iyo maxaan ku idhaahdaa muxaafid ma nihin wixii danta ummadda soomaaliyeed u dan ah shacabka soomaaliyeed wixii u dan haddii in la midooba ay dan u tahay waxaan ku qasbanay annagu oonu maxaan ku idhaahdaa uwacinay inaanu midnimada xoojino oo midnimada ilaalino taas ayaan u aragnaa inay tahay furaha guusha aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan hal eray oo xubno badan oo xaggeenna ay yidhaahdeen inaan ku noqdo annagu soomaali ma cafinayno soomaali wax banaanka yaalo annagu aan ka baxsannahay ma ah annagaa soomaali ah marka annaga haddaan dembiga leedi kale mees cafinaynaa soomaali annaga ah soomaali waa walaalahen way soomaali annagaa soomaali marka soomaali banaan joogto la cafinaya iyo qolo kaloo cafis bixinaysa ma jirto soomaali baa hadaanisdaynaba waxa anaga wax naga dhexeeya weye marka walaalaheen yani qolo gooniya oo soomaali ka baxsannahay ma jirto waxa weeyaan way jiraan shaksiyaad waxna yeelay shaksiyaadka waxna yeelayna xadka labadiisa dhaca way degan yihiin kuwa xagga jiro kuwa la kuleysanayana waxbay dadka yeeleen qolo kaloo xagga jira waa shaksiyaad weeye laakiin ummadda soomaaliyeed guud ahaan qadiyadan ayagaas kale way u dhinteen way u rafaadeen dhibbaa kasoo gaaray wayna taageereen 35 sano la sheegayana ma socdeen dagaalkaas haddii ummadda soomaaliya taageersanayn guriga lagu dhuumanayay dadka lagu dhaawicinayay lagu bogsiinayay laga bilaabo ilaa jabuuti ilaa laga gaaro muxuu ahaa nairobi muxuu ahaa islian ka degannahay way taxnayd marka taa iyada waxaa weeyaan taa horta inaan usaxaan raba arrinta iyada soomaaliyaan cafinayna ma jirto waa anagaa soomaaliya mi anagaas cafinayna isma cafinayna soomaali baan nahay taa intaasaa kaga baxayaa soomaalinimaduna waxaa weyaan waa dhalasho dowlad maaha xad maaha wax kale maaha waa dhalasho waa jinsi weeye soomaalinimadu waa dhalasho kuma xirna dowlad walaaxad kuma xirna
ولا أنجوجي كرتما لا وديك يا ناس شيء دخاني تدنيم أوه مركب وما تسمع عليه وحال أوه أنت كلا صار كرتما لا أنت يسكت ده إذا بعيدوا بخسارس أنت تاسك يا بحياة كان صار نقول مركب هذا كذي كان صار نقول إن ما أنا تعبت بني سلام يا إن مرتي شرف تارك سوى هذا الشيء وقت كذا بدن لو بيسي إلا أفرتي لا هذا فني ذي سوى كله ريسي إن رنتي ما أنت ما لك هذا الهلس عافية يروح ما كاري معها way waxa hadda maadan hore yaalla iyo ka weyn ummada Soomaaliyeed maadan tahay ku jirta geeska Afrika Afrika gudaha afar qaybood baa loo qaybiyay galbeed koofur ugooy iyo bari mashaariic waaweyn baa Afrika ku socota gudaha isbeddel weyn baa laga rabaa khayraadka adduunka Afrika ku soo haray meelii kale soo dhamaadeen marka in la abuuro kulado waaweyn آخر كذا مركز أفريقيا اللي سجيه وقرشها موجودة في أفريقيا كلها أهمين يعني أفريقيا ده كلام أهمين يعني مركز عندنا جزء أفريقيا كلنا والله هاي وأنت وده بيسي وكوفرت أفريقيا وكان يسني هاي ولا نسكاشي عز قلبيت أفريقيا وكان يسني هاي وهاي أفريقيا لما أقر موجي بدن كده وكان يسني هاي لكن مشروع جزء أفريقيا وليه جلجلنا إياه عاد مود هذا إنه بلابنا إياه وهذا لا بلاب وعلى إنتجريشن هون في أفريقيا إنتجريشن جيسك أفريقيا إلا مدايو دات كمركي مدو بيان يا كفا إيسا مدو سليسا وحا كفا إيسا قف كمدو إيسا دي أرسل بسل عركتين أمنا يا كفا إيسا مركا ومدى الصومالي يدو قوات أوين جيسك أفريقيا ما أرمين وادات يرماء وقوات أوين حتى قال جيسك أفريقيا مركي ليرادو بضوت وليو تردد دولك أوبا العرقلي مسكح يا أغلب ذلك هو بدل كاميرا حكيمك يجي تعمل كارثة أيضا مش روح أقول صلاة ولا دعي أما على جلالهم يا جلالن وعيامان حد كان كهذا إنه اللي قلت لي هذا وأبدك نيو بارد بكمل هذي أدوك حد كم يجرو قلابك كذا شو علي راجرة دخل أدوك ميسن بجرة دول ذي هي راوة قيمة بدل سوماليا قيمة لهن جيبوتي قيمة لهن إثيوبيا قيمة لهن كينيا قيمة لهن السودان قيمة لهن أوغندا قيمة لهن إريتريا قيمة لهن وحاوح قيموية لحاوية تدخل ديارسن شعوب تديارسن اي فهمسن عيارة ما تكسعوتها افريكا اي هتوك كسعوتها وباقيمة يا نويس يعني كل عرانو كالدوين ادوك وانا قلتني وحاوية انترس مع بورمي ايكوناميك وحاوية انكلس مع بورمي مالك ما دام اردت هكا اي مرأي سوء دام انا ومدى صوماليين هاي حقيقة جدنا ومدى صوماليين هذا شمت قيبات بلو قيبيي قيبو حوين لما قيبو دويس رعانا جيبوتي سوماليا أمورين جيبوتي يا شعب كلاو هيا عفارة سوماليا وكي هيا هيالك كوضا أمورمي كينيا وهنا في ديه كمي تهدى أفرتاس قيبو بين نقطي مركا مدى دي هوري عندك بارا نايبك كجري سوماليا وحوها وحا سعودي aragtida ee umada Soomaalida ku shaqo dhaqmeys aragtida waxa la oranayay dowlad Soomaalida xor ay jirtaa koow oo awood leh oo horeeyaysa Soomaalida kale waxa la aragtay aan ku soo soconay ila la helay waxa kale oo jiray Soomaalida la gumaysto oo ila horeeyo baahan waxa kale oo jiray cadaw weyn oo Itoobiya liiraado iyo Kiya oo dadka Soomaaliyeed haysto oo Itoobiya liiraado meel yaalla waxaa kale jiray dalalka reerka beed ama reer bari hadba qolal caalami ah qoliyaha taageer Soomaaliga ee la isma roo haddii kuma tahay wiis bedelay dawladda Soomaaliyeed xogta bunayd maanta way tabar daran tahay oo ay qaybsantay dibba ku dhacay way burburtay ilkay way ka baxay ilkay meel kale anaga qayb ka ah oo kiyo saaxan adduun kale wax badan ma noqday oo qaybaha dhowrish okay شعب وحي توبيا لورنا وين هذا بيت عليه عذو لهاي ذا لاندع على بيه لقى عبسنا هذا لما جيت وحجر قومي ذرما قومي ذمحارا قومي تجرا قومي صومالي قلوا بطن هذا الوقت ويسود يا رنا سنت كلا إن دوبليش لا واتف صمي وهاك رجلا صومالي ذي كلا جيس كافر يكون ولا مكيا يكون ولا تبي جبوتي خرمر بدل ما يسمع يسي وحياة بدل ما تبي له جوعان ويكم وضع وحوي وحوم جنوي سياسة قيمة بحكة هذا لي مركز صومالي فيكتما
حتى مسكين أبونا أو أما الحورين يا أما أما ابن عصام أما ساس رتي يسبدل بقى كسر الأمان وحافيك الرجال الأمان تهاوي قوبيذك وحط عزاب تنايان يعني خي سوام على الأول ده لي بدأ أقوم هذا اللي جيس أفريقيا كنت على لقى على أقوم هذا اللي إنه كموين له ده كأقوم في فرعون له على أقوم هذا اللي إذا بحمي بكايز عيني بيومينيش بس ما يسوي إذا سوي نقطة عدا ويرنيس لكن سوام على ذي أول ده على هيد أركت إذا ما حكوا محمي حكوا صار يصير تهوي سو عايشة سوام على وقت على ما أنت هسوي أرجع سوام على وين أنا وكمان عصرينه سوام على وين تلاقيه بويني جيس أفريقيا كنا شايف وقوم يشرف له وين وحوق له أولي كرتا إن القياس كافر كعالم تكوى ذيك غاضم تنو حوق بذك غاضج لكن ما هي معرضة تقال كان يكون معرضة نمسك هذا معنى تقال كهور بعد نمسك هور هو هذا القميصة روها إن الصومالي الصومالي أجيتا كتو حاجتا إتوبيا تركيا أجيتا جيبوتي أجيتا وين ماتي ما أنت وحال وحزاو تميا صومالي أغلي هذا وكيني كرو يعني قولي ماشي محكول هذا ليس مانت إن أيده أي وحي أنا هيدو أيده أي كو غلطه سي أغلية سي علمية سي سياسة أي مانت هورت هذا وحي حقيقة هدير ومدى الصومالي إذا يفهمته عيارتها كسعوته ما عند جيس أفريكا ما عندون كسعوته إن عندنا أين هو يريده إن مدى بي عن لك القيبين كريم أنا أقول له يا لن كريم إن عوها إن أمال الله هايستو أمال القميزة هايستو شدا لقو شريه وقلبي قوية حرية لقو شريه وحرية قلبي قوية هذا واحد كان ليس صدر يشون صار سيكو جيت الجوحة هذا ما الجوحة في عندي إيدي أنت هجوحة عام سنين قميسي أنا ما هيستو وهي قلبي الحركة عاي لكن جيب كيكا والعواء وكتين ولا قولي جيكرا والحبيس كرا قفك عندي وقلبي قميسي كأخبره وقال لقميسان هي لكن قفكو هدي وآمنه إنو سن لقميسان وحرو يا هاي وقال لحيني كرا قفكو ولا قلين كرا حبسوا المصنعين كرا ولا ديلي كرا لكن حر قلبي وكيا جوع صدق أشرح قلبي وحربي كاهي ثم ماذا الصومالي تقول أن أصل كذا حربي قلبي كاهي إلا برتغيز يكون يشم بقول تاريخ الصومالي يقول كذا شو صومالي قلبي كذا ولا حربي كاهي لكن واحد مو ذا سحوق يبنى يكون عاية إلا سكون ده إن قلبي كذا لدر دل الله يعبره وهي أقراته إن صومالي يدرك كذا كل يدته صومالي يدرك كذا كمل يدته ما أنا أقراني سلك كريوا دولة الصومالي ذو حالي وين بروبرتي لكن صدق سنو دبي كيس كان في قاعده ولا قال بدل مقتشو حتى تقدر جاي حتى تقدر اسمع حتى تقدر بعد ما تقدر حتى تقدر ما تقدر ما بوساسا تقدر ما تقدر على هذا امام محمد سمر ما وكان ولا في عين تقدر كان في كله اذا كان في تو كوريسا دراس ما دو كوريا انا قالو كوريا صوت وحاويه عنصر الصومالي قلبك كمان كويس كمان اقبله مره تو سنه قبلنا وحاويه منكم ما يفكر لكن عصر الصومالية هل طلب أمهيم يا هوري على أولي وصل كجد بني أولي سائل هاي متسين مرادي وحالي ري هدو أولي سدوا الكواية إدر وارر ليا وهذا كثاني لو بنا تمرير رو إنتي جوعان مرادي ما نكال كسر مرادي نعلق مرادي وهدو سب أولي سائل هاي متسين وعلى الرن كلا ما كتر الصومالية ده ود هذي لا هي متسين لكن ما هدو سين أيه كذا هذا وي 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 يعني عيب هذا ومبرح حب بتحقق قضية حقيقة مكتوب حاويا ومدى الصوماليات اسمه الكعس صعدان محي ما أنت محي كقمن كتاب محي الحالة كتاب هذا وقتي أكاه هذا الله مسعفين الماها وقتي القبائل كاه هذا الله ماها وقتي أكاه هذا الله ماها دولة دكان صوماليات يمنعها دولة صومالية يبود يبود دكان يبوكي دكان ما حقيقة وحاويا ما أنت جيس أفريقيا ولا مدينية ولا سكوتريا إيكونوميك يونيتي بعد أموريا دولة هو حكم يمسن وعرمها تقالها وعرمها برشدوي مركا كانت تلك قادة كرناوي إن أنقلنا وحنوهم مقاي إسبادك الصومالي كسو على جيس أفريكا ومدى الصومالي كانت تلك إكيجي لكارتماتي رفوسات وينتها خطرت وين كوزة فور لذلك وعلى إسوالة ديارنية قوميري كانوا إذن كنوا على أفريكا جيس كان نورث أفريكا اللي سكوية مع إيست أفريكا اللي راها معرف أفريكا وحيثو ديارنية إسبادك كسو على الدونك جوي كسوها إنه بزيشي هو في عن إستاغان مركز صدر مليون صومالي أفرد مليون كله حاجة يستاغي يساوي ما إنك لو سيارة بين غنيسة حاجة دي دي أس حاجة نبدأ حاجة صومالي حاجة حاجة صومالي حاجة بودا جو ميان غنينا مسوحان غنينا دن يدل يا ود بلن له وفهم كرار انت عايز عقلي كم عارين لايك يمكن كرار ما
مرك علمك وحسارية هي أخويا كصوماليتكم وحسارية علماء الصومالية الله وحسارية هي معمولة الصومالية أما الدولة فدرالة هالنقضان أما الدولة قبلها هالنقضان أما الدولة دولة كلها كل حكيتها هالنقضان فلا دولة ديان كصومالية لا أما تنحوها خلي سنحوها يعني دارسية وجاروا كلا أما تنجي بودي خلي سن حتى أنت فهمان روك ولا يكلم توضا أو يكم قدبان بجوب جالا يثلاس شذا حسن وحال جاري كرا إنه بدأ الصوماليين بزيد في عن استأكتم أي كروح عليك كرتق وميلا هو وين الجيس كافريكا كابور مي أو أي قولي بالصومالي ذنو كوكو بدنا يسات برو قدو بدنا يسات حديث يا مسلا إسنانو أعرق تدي غورين يا هاي حب وحبك لأدني إنا وحوين صومالا بحق جوكتا بونا بحق جوكتا يقلبذك بحق جوكتا حق قيمت بجوكتا كسماية جوكتا دولة فجرة على جيكتا دولة ديكا صومالي بجرة مروها يعني نعرف دي بجيكتا جبوتي بجيكتا ما يشوف من جوجي نجوم جوج ما يشوف من طافين لكن وحلو بعيا وح مسج كي بس على وها أخويا من الصومالي هو فكر في الصومالي أدوي وحلو بعيا بارنا الكورينا بدلنا وأنفهمنا عيات الجيش كافر في الصعدة وأنو تيار جرو نسبت الكاس هل بقى صار أفك الصومالي أو كرادة إنه فهموا عيات الصعدة أو جيل حتى أول إنفلونس كي توي أنا كرام هن مطبي الدولة كتير هن مطب هم بدهوي ده هن مطب أما هنغضو حزب سياسي أما هنغضو قف علماء أهل الدين هنغضو أما هنغضو هويك الصومالية ونطيع هويك الصومالية ونقوه المرسيين وحكا اللغة ما أرسلوا أما حي صوفت باور بي غنان الدنك هاتو حشقين على صوفت باور بي هويك وحي أول ليهين إن السياسة تقولي أيغو ماريان أيغو نك اسكار برنين صعو أسكوا حوينا أبد بوض ميلا لكن آخر كتاذو بمال ماريزا ما أنت الدنك وحاوي صوفت باور بي وقال لك تجي وقتي خوري وقتي كذاك وقال لك تجي صوت باور كانوا حكيريا حد بقى عقلي قاعد يصدق وايش قاعد يصير ان هرمان بك انت امرك كيف قلت بو حتى هو البحية اللي كسيو دول ديغانك سوالي دي بانت رنتي واسكر صاحبك محمد وشيء عمرك علي كاهلين والديغانك عند التيتوبي اللي سكوين هذا حد كان بعض سؤال الزمية يكون كوز جيتا ماش اقول نبتقلية بضوي نبتقلية لنا من تبدأ وقت من ما هو من تذكير ها اي نبتقلية أمورين وماشي كليا قبائل الصومالية ذي كم ذي سنين دول ديان الصومالية ذوي معه حتى كنت كنت هاي حزبية ذا كجرا هي دقيين ولا فهم سنين هاي ما أنت إن لو بهاي إن لقوا كنت بعد كجرا من ما لقوا كنت بقى قوات صومالية أو دل كذا ندفع عن كرتا نقال هذا حرام كرتا ولا أنا الصومالية ذي جيسها كجرا أنا كأنا كجيس كرتا ما بدين تودي ولا بدين تودا إسكاشي كرتا قال أنا كذا كذا كرتا وأنا كليا هوي وشيب نور خد بضاء وراك جديد لشرع المغالي كلاهي ويا على يوروبي أمريكا سيدة لغة سوديانية وي ومدى صوماليا نور كان صومالي بعد سكالي وعن لي أبنى أمرك اللي صومالي يا صومالي كمان نور كان نور صوماليا وي أنك دستور كان ما قصونا وإلا دستور كان وحق قرين يا نور كان لي قفك هو يدي أم أبي صوماليه بني بالي أبي يا صوماليا لنا حد كما هالليو كما هالليو رذهبت كما هالليو قفك الصومالي ده ممكن دول ديجان الصومالي ده هو حاس كله قفك هو يدي الصومالي تاعه أبي الصومالي قبلها أنا ما كنت رزقت حق ليه مرك قفك هادو يسوق وصدره كأنه ليه هو ليه أما عمله كل شيء أما قبضه كل شيء أما كل شيء روح يحفره كل شيء أما بوره ما كل شيء أما كل شيء روح أما كل شيء أما كل شيء عكس ما يا أما كل شيء بينهم أما على هذا كل شيء نازل ماتا أما مستحيل كل شيء قفك الصومالي هنوك ودوك يسيوه نمبر ون وما بعديه ذا جمهدا نمبر تو هم حي ومدى الصوماليات وعايز كدوه نقاله هذو سكحرية هاي نغوش هذو سكحرية نغوه هذو هلوهي أفكو هذو هلوهي مالك عندنا مكان ساري كرتو لما تسبرت كرين كرم لم تعود أن نقوم كرتيه كرم مالك تاس أيدو وقضب كرماتوه مالك عندنا ساعة نسمه مالك وحانو قباق إن أغوية الصوماليات كان عصدا الصومالية قبضة الصومالية يبيلك الصومالية نوك عصمان تنبت بها كجير توا نوك هذي ونسمى يا وعلى ما يلقلين دونا حولي هداب شدال بولي هاي وميو لي هاي حولو لي هاي عيد صومالية دو نوك حان الكساري يمجيلو قفك الصومالية ومالك شكرا ومانكرا ومحوها وكاقب كالكرا شين برثو وغيب كالكرا مالك تعوى مينا كون بورني انو روكا وين لي ماذا وين روك وين الدين وين دجاج كسر المدر لحد السنة كم بدن وين روح الموبا وين الاسم يوي
قوميدي كلام صياع هذين كفرتان ولا مارتي شركة كفرتان دراسة سمايان مركا دراسة وحلينا هالجبوت الجوتة قوه هالجبوت الجوتة قوه بوساس الجوتة قوه جوا قال كأي قوه على هذا الجوا قوه بينه وجوا قوه بين ذي الجوا قوه جوا جي معها إن المقدسة الجوا قوه جوا هالجوا قوه جوا مركا قوه جوا معها إن إسماعيل قوه جوا براو وأيني مالا ممكن كراكة العصام وإنه كودي وهي وأبسط كرمالا وأنوبا عناي تغالا نوبا عناي أخوما نوبا عناي وإسم إيسا كالكور بان أجراء إنتيجا كالكور كواختير بيعان إيسا تعرض ومد وهي وعاكروا أيضا أدري شيء إن إيتوبي إسبدل ما كان عاي إسبدل ما كان عاي هاد إيتوبي وفريسان روح دراسي يدوك وفريسان سيان كعلمت أنه ويا لأنه بل وانا وذا عند وقت قلنا كان في قدوم الله ما هو أنت اللي وذا جو وأنا نقيت نسيب مسؤول هذا النوي وأنت أكسرت أو رأيت إثيوبيا وأنا ده أنا وحنا نيا عليه عندي شركة ديار الله عندي عيتاي طول ما أنا نفر صومالي لأن أنا نفر توي تلكم كيف فريا وأنا شركة وين هو يا النوي أدونك وحويان حتى قولي كل أحد يقول بدله وحلو بدله أنا قال سياسة بلو بدله مركا ما دام عيب ويحمر وجهه قلتين إني ما مولانا يبدلان عنو لو حاول وين البحر تار مقفص إنه وين المقلب مقفص النووي وين المقفص تعسى وعجيري صبر كفارة توحلي هذا إلا السن هذا ويقفك وحاجة تذكر ويريس على مقفص هذا لأن كما قررنا إيه رو شايلنا وحاول واحد بدل ما نروح إلى النوت هاي وكري ويني وحاضر مقفص إنا وأنا كني بكينينا ويقفك صبالي وحاول ماشي أيوة ما سندر الرئيس كان يقول جدًا كان كده نقطة بعد بينيره أيه لكن بدوه حاول يقول ما كان ما كان كان كلام ترى صار كده سين المحاوين اسمه مولي وياه ندوه كان ولا كان كلام أفرق بدري ما قبل قتل وصار هذا لكن ويس منته لكن قومي هذا كان كله إيمان ذي وحاول أودني ونكسر كرين إنه تاوى ميد الجور المتصور له باقيه يتول بين أسبوع دل بالعرب ما كسر هذا يتول بيه ده خير لكن عفسنا إيمانه يتول بيه قومي ده وكان فندا سكاش بتوي بعجلة أنه حتى وحن حتى طلبنينا نقول حزب المشنا على حلفاء أبو رميسا ضمت هنا مسألة هنا أنه ماشي عندي قال إنه حاوي وريا لوك الصومالية ذا قول سنة وواحد قد بين كو يا حق الصومالية ذا قول تلك الصومالية ذي هي تدعى لقصة بين ويقول أي نقضان نمبر تري آية كتشك الصومالية ذا مقدس فوي يا الرمائل الفيدراليزم البابية أو يرادو حد سوي وحلا حكومي ما ليش يسوي لوك الصومالي ده لوك الصومالي ده جيجي على الحكومية وحنا كنا حيانا وحنا كنا حيانا حد سوما غير تينو أنا كهله وانت عارف في توبيا نايت قلهم ما دام لوك الصومالي لوك استحاد وياه وأنا طبعا سافرنا وحكي سوي توبيا جروا أنا عندنا قيب استحاد أنا هموي قبيده وميده كلو أنا أنا كبر عندنا كبر تنو أنا نكير إسا تأويل كان إذا قفكم مركو علميا لو نسمه مركو نقال هلو نسمه مركو معمول هلو نسمه وحاوي عندنا نقوم بيزن كرتو مركا تأوى هدفك هو أن نفوي وكو أضف كلام هذا حاوي أن تدخل صوماليا ما نقوني أن تدرك هذا نقول هاي ما نقوني أن وانقعونا هاي وحان جعلنا هنا بدا وريقا وان نقمي ما أقبالينا مركا إن تديوك اللي انت كسو دولا نقول صوماليا تدخل نقول هاي أدبا نوحونا هاي قبل كسيتي صومالي ما تقول الله إليه وحاول ما أقبلين وحاول ما أقبليسو مواقف سياسية يك قادم إيسا دولة إيتوبيان ويكوح سامتما إيسا دولة فدرال كاه وأجي باكا سارا إني دولة بانها يترادو دالا يحكمتنا تدخوري ووضع يتدكى لصومالي تيوتاني اللايان ما أقبليه إن صومالي هم كاين إيكتور ترادو نبات ما هو حين كورا ثانينا لوسو دولو وحانو عرنا كرايمين إيتاني وحاولين Prime Minister إيتوبيا accountable بانوها يسنى دقالك كسو على حدك صومالي ينوك عفرتا وإنه جوك سنوي سيدة دقالك حدك صومالي ذي أورمده جوك سنوي إينا كفدرالك أما وإنه نقضو عيدا ندكو كوضا بحايا أما وإنه نقضو عيدا بيرك هاي إليه جموي نوكا إينا كفدرالك ووت يوجوكا ونكشق إينايا هذا أنا معاني والبا ميتك صومالي ما والبا لغوريا ما أقبالينا نتحيد الموقف كينوا بارك إليه المكي هاي ما لعدقنا وكتها جنة ما عليه ما عنو دقال وما أورون لينه، so عفر وعدت كشيتك وعدت ولا عليه هنا إن النبات قوة النار إنه إن هو حقيب سنه إن أنا سكت السنان تيارنا، لكن حتى الله يسخر مين
هدي لس واحد قدبو هدا الدقات روح حكي روح يا وزوي وأنا اللي سيق لنا وحوي سومالي بدل الدقات إلا وتي تلي ضد ما عن سوال ده وتي تلي لكن ده مرة بنا نمت بارنا ولا نما ربنا وحدوني نادتك وحي خلافه كان حي المسك اللي قلنا مايو وحنو بعض لنا ما مو عفرتو إنه حكم مايو حوجك لوك سومالي كفوتو ليه سدوا عليه ما مو كسومالي ده إيه وحلينا هاي دتك سوماليات حقوا ذم إلى دفاع ذوي سياسي وإلى دفاع ذوي هدي عيدا أبابنا بكسر دولي تكون عيدا والذي ما يشعب سوماليين كانوا دفاع عوي عيدا سوماليات اللي بوليس كا وحول الله أبوري إنه دتك يدفع هدي عيدا عطون عيدا ما كانوا أبابنا بكسر دولان وإلى دفاع دتك ذوي وحن كم بعدنا ما كنا تدور دت سوماليات أن أنت إني ماشي أسرائيل كارسيسو مدحوينا دور الدقانكا يحسبك اعتراض حقوقك هيا وانا قيم بحكة قاتان اردت ان حل دك دقل لقنكار ما السيس عن كرتوين شعب سومالي مالو ببيت كودا بناك لصوابيكو وعيد كيني كرتوين ومد سوماليات قرار دقال اللو خصمه تعرف وعيدا كمان على الناس بيز قابل كان دقال لهذا سنو بابيني خير كما يمانين بارك انت عصد وحاوي فريتا ندرين مقامان مامولا ذا جيز كافركا عوها مامولا ذا دور دقانك سوماليك الرافرتا إمام الغد حي دولة إثيوبيا على أنها إيشوغان أفرت سومالي وينو نماضو أنا أنا وحي مصلحة أي وحي ولا نما وحي قيسة كان وحي قيسة لنا ومتى سومالي تقول هن وحاويا إلى أردتها إيشك وهي سوي إنت أمركان كاكود بو وحانو سوى نقول يا بوضي هن روك سومالي ذا محاك سعودة وايد إيش أيو إيكونوميك جيج باك سعودة يعني إثبتر سياسات باك سعودة وحاك سعودة محوها إن دموديسين باك سعودة وعاصو هذيل ومدو وحي واحد سان كرتا هور مرجع لي كرتا أمنوها أن أي أي كمود بكرتا فخرجة مرك كواد وين هو تنام هذا هوي وين شرقة على الله يسوع وين قري ومدو سو على يسوع يسوع يسون وقبائل كروك سكول هنا وحيوان شيء يستعمل وين دورنا نام كذا شرقة على الله عليه دورنا وين عدالة سما يسوع وحكم كذا إمام كذا عدالة الغوض ضدك وضدقة مرك الشعب يدولد برضه ماذا نلعبه استابيليتي ينبضه يهرب مرك ذلك وأروح يسوس روي شعب قاعد يسوس دولد وهو كان زمان وشرق إلى لين دولد هنا وحوي هرب من هواي دولد الشعب كان سكان لكن نرى كلامه دولد هنا حتى شعب كذا هرمين وعلى إلى لين حكومة وعلى عدالة زمان أيضا دولد مسيح عنده مرك رمان شعب الصومالي دكان كنا وحلا جربا بودهان إلى شرق إلى لين نظام كيلاليان نظام كيلاليان إسلام كان أيوة قال لهم كوضع عسكر أنت كلام ما نسيس سو ما عليه بعدهم كسكال وين اللجسوين أنت بناك كتير من يقول السب وين كم مرمان دخل الشيء وين كم مرمان معها واحد يقول لك السكان I'm
الصلاة.